انا فرحانه لان الدور ديالي عجب بزاف النساء، وانا فاش قريت له السيناريو لقيت بان امل كتمثل واحد الشريحه كبيره من المجتمع ديالنا، المراه اللي كيطلب منها بزاف، يعني كيطلب منها تكون ام مثاليه وزوجه كما ينبغي، وعاد كتشتغل برا وكتشتغل في الدار وحتى شي واحد ما تيتفاهمها. هذا الشيء هذا كنت متاكده ان بزاف ديال النساء غيلقاو راسهم في الدور، واكيد اشتغلت على الدور باش نخدمه بصدق ونعطيه اللمسه ديالو. فانا فرحانه بالصدى اللي تلقى الدور هذا. كنظن بان يعني جميله الهاوني ما هضرات الا وكانت عندها واحد الحرقه، لان هي ماشي من النوع اللي كتهضر على حياتها الشخصيه. فاكيد انا تعاطفت معها كامراه وكأم، لان الا كان الاب غائب في الحياه ديال الابن ديالو لا ماديا ولا معنويا، وجميع المسؤوليات ديالو ما تقومش بها، فاكيد انا مع جميله انها تاخذ حق الوصايه الكامله، لان هذا الشيء غادي يكون ظلم انها هي اللي كتحاضن الطفل وهي اللي كتربيه وهي اللي كدير مجهود كبير وهي اللي كتنفق عليه، وما يكونش عندها الحق باش انها تقرر في المشوار ديالو. فهذا كيتسمى ظلم، وانا كنتمنى انها تاخذ حقها. انا كنامن بالحوار اكيد، وانا ما غندير كل شيء باش انها زعما تكون العلاقه ما توصلش لهذا الحد هذا. وما عرفتش ما نجاوبك، لان صعيب، لان واخا كتطلق المراه نورمالمون كاين واحد الحوايج بينها وبين الطليق ديالها والعشره وبزاف ديال الحوايج اللي يخليهم ما يوصلوش لهذا الشيء، لا المراه ولا الراجل. ولكن يعني في اقصى الحالات اكيد حتى شي واحد ما كيبغي الظلم، واكيد كل امراه غادي تبغي تطالب بالحق ديالها. عندي مجموعه من الاعمال اللي اشتغلت عليها، ما عرفتش لا بروغراماسيون ماشي حنا اللي كنقروها، مي كنظن واحد من الاعمال غادي يكون في رمضان ان شاء الله.